بكم مشاهدينا إلى نشرة منتصف الليل الأنباء، وهذه عناوينها: تساقط كميات من الثلوج بولاية القصرين مع انخفاض درجات الحرارة، والمختصون ينصحون بالحذر عند استعمال وسائل التدفئة لتجنب حوادث الاختناق. المرفق العمومي وخاصة المتعلق بالنزاعات الانتخابية محور لقاء رئيس الجمهورية بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء ودعوة إلى ترتيب أثر على تقرير محكمة المحاسبات. والمنتخب الوطني لكرة القدم يتأهل إلى دور الربع النهائي من مسابقة كأس العرب المقامة بقطر في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على نظيره الإماراتي. نشرة الليلة نستهلها بالأحوال الجوية ببلادنا، فقد شهدت معتمدية تالا من ولاية القصرين أمس الاثنين تهاطل كميات متفاوتة من الثلوج وصلت إلى 4 سنتيمترات، وقد تراكمت الثلوج بالطرقات الرئيسية للمدينة وبالطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين مدينتي تالا والقصرين، ما استوجب تدخل اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة باستعمال الآلات الكاسحة الموضوعة على ذمتها. وقد تم وضع كافة المعدات والتجهيزات الضرورية على ذمة اللجنة بتالا للتدخل في الإبان ومتى استوجب الأمر ذلك. من جهتها تشهد مدينة والعيون بداية تساقط الثلوج مع انخفاض كبير في درجة الحرارة. الحقيقة اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة في أتم الاستعداد كانت بصفة استباقية، كنا ركزنا على عديد النقاط اللي من المفروض تنزل فيهم الثلوج. تدخلات كانت الحقيقة حسب نطبعوا فيها إلى حد الآن هي تدخلات معناها ناجعة، انتشار للمعدات والوسائل لدرجة وتجهيز الحمام المدنية، وكل الوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية. أكيد فما جوانب أخرى تهم الاستعدادات نتاع التدخلات الاجتماعيه، ثم التدخلات اللي تهم الإدارة الجهوية للتجارة في تعليق الدروس، واحنا بالطبيعه معنا القرار هذايا مش يكون ساري معنا طيله الفتره هذه نتاع نزول الثلوج، يعني ربما تتواصل غدوه، وبالطبيعه احنا قاعدين نتبعوا في الاحوال الجويه. أفاد الكاتب العام المساعد بالاتحاد المحلي للشغل بسبيبة والعيون رجليان منجي القاسمي بأن عددا من حافلات النقل المدرسية المخصصة لنقل التلاميذ نحو خطوط مناطق عين السلسلة وماجلة وزلافنة والحوالة في معتمدية العيون امتنعت مساء الاثنين عن إيصال التلاميذ إلى هذه المناطق خشية وقوع حوادث سير والتسبب في أضرار للتلاميذ في ظل التقلبات المناخية الحالية بمعتمدية العيون التي سجلت تساقط كمية متفاوتة من الثلوج. وبين القاسمي أن بعض التلاميذ المعنيين بالنقل المدرسي خيروا العودة إلى منازلهم مشيا على الأقدام وفي الصناديق الخلفية للعربات، فيما تم إيواء عدد آخر بمبيتي المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية بالعيون. ولفت منجي القاسمي من جهة أخرى إلى أن معتمدية العيون تشهد حاليا نقصا في قوارير الغاز في ظل الوضع الجوي المتردي. وللتوضيح أكثر حول هذا الخبر ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف سامي سقا معتمد العيون. أهلا بك سيد المعتمد ومرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن هل تؤكد لنا خبر عودة التلاميذ إلى منازلهم سيرا على الأقدام بعدما امتنعت شركة النقل عن إيصال التلاميذ إلى منطقة عين السلسلة، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها لتأمين التلاميذ وقضاء ليلتهم بمبيتي المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية بالعيون؟ مرحبا بمتابعي قناة الوطنية الأولى. الحمد لله اليوم شهدت المنطقه سقوط بعض كميات من الثلوج، ما كانتش كميات كبيره برشا. فيما يخص ما وقع تداول من انه السلام اليوم العشيه ما وقعش. السيد المعتمد استسمحك لو تخفض في صوت التلفاز من فضلك. ما مغلق التلفاز. واضح. ايوه. اذا تفضل واصل. اذا قلت بالنسبه للتلامذه تعرفوا انه حاليا ثم اسبوع الامتحانات.
والتلامذة عادة في المعهد بتاع العيون والإعدادية ثم مبيتات. نعم. في الوضع العادي التلامذة يباتوا في المبيتات تقريبا 250 تلميذ في الإعدادية و200 تلميذ في المعهد. لكن في الفترة هذه أكثر التلامذة تروح للبيوت نتاعها. بالنسبة لليوم الحافلات كانت موجودة على الساعة الرابعة مساء بالإعدادية لأن في الحصة المسائية عندهم بعض الامتحانات ولكن نظرا لنزول كميات من الثلج العشية السواق بالتشاور مع المسؤولين في الشركة قدروا أن الحافلات خاصة المنطقة جبلية والطرقات الوضعية متاعها معناتها مغطية بالثلوج وفيها معناتها يعني انعوجات وكل شيء يعني قدروا أنه ثم خطر على يمكن يكون على التلامذة فما وقعش نقلهم وطرح عليهم أنهم يباتوا في المبيتات. نعم بالنسبة للتلاميذ سيد المعتمد بالنسبة نعم. للتلاميذ الذين خيروا البقاء في المبيتات هل تم تأمينهم في أفضل الظروف خاصة وأن معتمدية العيون تشكو نقصا في قوارير قوارير الغاز ونحن نمر بهذه التقلبات الجوية الصعبة في هذه المناطق. سيدتي هذه مبيتات مخصصين للتلامذة كل ليلة يبيتوا تلامذة فيهم مطاعم وفي أسرة مجهزين كل ليلة تلامذة يباتوا فيهم ظروف معناتها عادية معناتها ما فيها حتى ظرف استثنائي. نعم يعني سيتم تأمين يعني المخصصة للتلامذة والطلبة فيها كل المرافق وما نقصهم حتى. نعم سيتم تأمينهم في أفضل الظروف. شكرا لك سيد سامي سقا معتمد العيون كنت معنا مباشرة عبر الهاتف شكرا جزيلا على تدخلك معنا. ومع انخفاض درجة الحرارة يلجأ العديد من المواطنين إلى استعمال وسائل التدفئة أمر قد يسبب بعض المخاطر مثل الاختناق هذا وينصح المختصون بالحذر عند استخدامها. تنخفض درجات الحرارة إلى مستوياتها القصوى تتهاطل الأمطار وتتساقط الثلوج وتهب الرياح في عديد جهات البلاد فيلتجئ العديد إلى استعمال وسائل التدفئة التقليدية أو الاستعمال المكثف لوسائل التدفئة بالغاز ما قد ينجر عنه حوادث اختناق كتلك التي شهدتها ولاية بنزرت آخرها الاثنين الماضي أين تدخلت الحماية المدنية لإنقاذ 12 شخصاً في ليلة واحدة. نهارتها راكزين كلنا في الصالة دخلت صاحبتي دوش ما تبهناش للغاز خلينا الشباب كلهم مسكرة والباب مسكر دونك فاقت صاحبتي ماشية للبيت باش تجيب حاجة ياخي داخل فيقت صاحبتي الأخرى باش تمشي تجيب برفان ولا حاجة نفيقوا به ياخي عاودت هي زادة داخل كاو هزونا للسبيطار والحمد لله. أنا أكثر واحدة قريبة من الغاز يعني من با لا شمينا ريحة لا شمينا حتى شيء والدار مسكرة كلها مسكرة ربي قضى وطفي نقسم بالله. هن من بين 20 فردا تم إنقاذهم في المدة الأخيرة بعد اختناقهم بالغاز في ولاية بنزرت قال المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة إن حالات الاختناق كانت نتيجة أهمال إجراءات الوقاية والصيانة. مع دخول فصل الشتاء دونك العباد كلها ولت الطقس بارد العباد تحب تسخن تحب تسخن ديارها تحب تدفى هذا الشيء اللي خلانا نسجله يوم 2 ديسمبر الفارض تقريب اسعاف ونقل 12 شخص مع الاسف عن عدد 2 حاله وفاه حسب المعطيات الاوليه هما اختناق بالغاز. الاجهزه تاع التدفئه هذه الاجهزه ماهيش حاضره دونك ما فماش عمليه التهويه في المنازل الكانون في الدرجه الاولى العباد اللي تسخن بالكانون دونك يعمل الزنزانه في الدار هذون العائلات اللي تم نقلهم من المستشفى كذلك بالريشوات تاع الغاز اللي كميه تاع الغاز تكون ماهيش محترقه كومبليتمون في المنازل وعدم وجود التهويه تسبب في الاختناق للمواطنين اضافه الى الدوش.
ولهذا توصي مصالح الحماية المدنية مستخدمي وسائل التدفئة بضرورة توخي الحذر عند استعمال هذه الوسائل، خاصة منها التقليدية وآلات التدفئة التي تعمل بالغاز أو الوقود والتي يمكن أن تؤدي إلى الاختناق، وتدعو إلى تهوئة المنازل والاتصال بوحداتها الموجودة في كامل تراب الجمهورية في صورة تسجيل أي طارئ على الرقم 198 للنجدة والإسعاف. سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلة بودين رمضان، وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه لابد من الحوار قريبا، وإنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن المرحلة القادمة التي ستساهم بالخروج بتونس من الوضع الذي تمر به. كان ذلك خلال لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي. وأنا لا أنفرد بالرأي كما يقال، بل أستمع إلى كل الآراء. لا أنفرد بالرأي لأن لابد من الحوار، ولكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين، وسيتم الإعلان وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة عن المرحلة القادمة حتى نخرج من هذا الوضع الذي تردت فيه تونس. أعلموا جيدا أنكم جئتم بعدد من المقترحات لإنقاذ المالية العمومية، ولكن المقترحات لن تجد طريقها إلى التحقيق إذا كان هناك من يدعو إلى ضرب الدولة التونسية، أو هناك من سرق المليارات وهرب، أو جاء بالمليارات في الخفاء في الحقائب في الديوانة وفي غيرها وبقية يتحدث عن الديمقراطية. عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ هم يتحدثون عن السلطة، وهناك من يعتقد أنه بالنسب أو بالمصاهرة أو بمكانة معينة يمكن أن يضرب الدولة التونسية أو يسقطها، فهو يحلم. مثل موضوع المرفق العمومي وخاصة المتعلق بالنزاعات الانتخابية محور اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين خلال لقائه وفدا عن المجلس الأعلى للقضاء. اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وفد المجلس الأعلى للقضاء التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات. كما ركز رئيس الجمهورية على الفقرة الثانية من الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينص على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نواب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات. إذا ثبت لمحكمة المحاسبات، ليس لخبير أو لشخص، للمحكمة وهناك ما يثبت التمويل الأجنبي، يعني محكمة المحاسبات قامت بدورها وثبت لديها ما ثبت في تقريرها الذي قدمته، ومع ذلك القضاء العدلي للأسف علما وأنه لم ينص على القضاء العدلي، نص على الحاكم الجزائي بطبيعة الحال القضاء العدلي، ولكن كان يفترض أن يتم النظر في هذه الملفات وهذه التجاوزات في وقت قبل أن يبدأ أصلا المجلس في العمل. التقرير موجود ولكن لا يرتب عليه أي أثر قانوني. المهم في هذه المرحلة أن يتم الإسراع أو أن يتم أيضا اللجوء إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن تقرير محكمة، تقرير محكمة نص عليها الدستور.
وجدد سعيد التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشددا على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها، إذ من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، ويبقى المحرضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية. أكد المجلس الأعلى للقضاء مساء الاثنين استعداده للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث له ووفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته. وأفاد المجلس في بلاغ له حول مضامين اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة قيس سعيد بطلب منه برئيس المجلس ورؤساء المجالس القضائية بأن هذا اللقاء تناول الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهام على الوجه الأكمل، وتم خلاله تأكيد على استقلالية السلطة القضائية. وذكر المجلس في البلاغ نفسه بمضامين بيانه الصادر عن الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر المنقضى، وبموقفه الثابت المؤكد على رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء. رياضيا، نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في التأهل لربع نهائي كأس العرب المقام بقطر إثر فوزه عشية الاثنين في الجولة الثالثة على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، ضامنا بذلك صدارة المجموعة الثانية. بشعار نكون أو لا نكون، دخل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة الجولة الثالثة والحاسمة من المجموعة الثانية من كأس العرب أمام المنتخب الإماراتي. أما الجماهير التونسية فحافظت على ثقتها في نصور قرطاج بعد الهزيمة أمام سوريا، وحضرت بأعداد غفيرة بملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة. المدرب منذر الكبير يبدو أنه استوعب الدرس من مباراة سوريا، فأجرى 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية بإقحام يوسف المساكني ونعيم سليتي ومحمد الدراجر منذ البداية، إضافة إلى الحارس معاذ حسن مكان فاروق بن مصطفى. وترجمة للإصرار على الظفر بالنقاط الثني الذي أساء التعامل معها وخير التسديد عوض التقدم نحو المرمى. المنتخب الوطني أكثر ليستغل المنتخب الإماراتي هذا التراجع للضغط، وتوفرت له بعض الفرص تألق في إنقاذها الحارس معاذ حسن، مساهما في تواصل الأسبقية التونسية، إلى أن أعلنت السفيرة الألمانية نهاية اللقاء بتأهل المنتخب الوطني لربع النهائي وافتكاكه الصدارة من الإمارات التي بلغت أيضا الدور ذاته مستفيدة من هذه سوريا أمام موريتانيا بهدفين لهدف. وتأهل المنتخب العماني إلى دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 21 و2000 بعد فوزه على نظيره البحريني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين على ملعب أحمد بن علي. وسيلاقي المنتخب العماني ثاني المجموعة الأولى في ربع النهائي نظيره التونسي أول المجموعة الثانية. ضمن أخبارنا الدولية والعربية، يؤدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى تونس بداية من اليوم الثلاثاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وقالت رئاسة الجمهورية إن زيارة عباس جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا ويواصل الرئيس الفلسطيني الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى الجزائر، والتي أعلن على هامشها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستعقد اجتماعا قريبا يضم جميع الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر بينها. وفي الشأن الليبي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الاثنين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز لقيادة جهود الوساطة في ليبيا بعد استقالة مبعوثه الخاص قبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري. ومن المنتظر أن يتنحى يانكوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الجمعة. يذكر أن ويليامز هي القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بعد استقالة غسان سلامة في مارس 2020. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى جانفي أو فيفري، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على قواعد الانتخابات. نحن الليبيين بعد 10 سنوات من الاحتراب والاقتتال. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام نشاتنا ونذكركم بعناوينها.
تساقط كميات من الثلوج بولاية القصرين مع انخفاض درجات الحرارة، والمختصون ينصحون بالحذر عند استعمال وسائل التدفئة لتجنب حوادث الاختناق. المرفق العمومي وخاصة المتعلق بالنزاعات الانتخابية محور لقاء رئيس الجمهورية بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء ودعوة إلى ترتيب أثر على تقرير محكمة المحاسبات. والمنتخب الوطني لكرة القدم يتأهل إلى دور الربع النهائي من مسابقة كأس العرب المقامة بقطر في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على نظيره الإماراتي. وكالعادة مشاهدينا بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وتصبحون على خير.